السلام عليكم ورحمة الله، معكم معلمة سلسبيل رمضان من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. اليوم إن شاء الله يا رابع درسنا هو الدرس الثالث من هاي الوحدة وهو الأعداد العشرية. نبدأ درسنا يا رابع بأنه أول إشي نعبر عن هذا النموذج اللي أمامنا باستخدام عدد كسري. كيف كنا نعبر عن هذا النموذج باستخدام العدد الكسري؟ كنا نعد كم فيه موجود صحيح وكم الأجزاء. طيب نعد كم صحيح عندي؟ 1 2 3، هذول كاملين، إذا 3 كاملة. ونيجي نشوف الأجزاء، 1 2 3 4، من أصل كم؟ نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذا 4 من أصل كم؟ من أصل 10. هيك عبرنا عن هذا النموذج باستخدام عدد كسري. طيب حكالي حول هذا العدد الكسري إلى عدد عشري. أخذنا إحنا بالدروس الماضية كيف نحول أي جزء من 10 لعدد لكسر عشري، صحيح؟ لكن ما أخذنا لما يكون في هون عدد صحيح. ما في أي فرق غير فرق بسيط صغير، اللي هو هاي الثلاثة الصحيح رح نحطها على يمين الفاصل، على يسار الفاصلة عفوا، والأربعة بالعشرة هاي زي ما تعودنا إنها نحطها على يمين الفاصلة. إذا الثلاث الجزء الصحيح رح نحط على يسار الفاصلة يعني على هاي الجهة، والأربعة رح تنحط على يمينها على الجهة الثانية. إذا هاي بتصير تساوي 3 في الجزء الصحيح وأربعة من 10. لما نيجي بنقرأها بنحكي 3 و4 من 10. عندنا سؤال بيحكي لنا اكتب الأعداد الآتية بالصيغة التحليلية واللفظية. طيب عندي العدد 3.4 اللي قبل شوي كان معنا، بدي اكتبه بالصيغه التحليليه. طيب احنا يا رابع اخذنا الفصل الماضي كيف نكتب اي عدد بالصيغه التحليليه. طيب عندي 3.4، شو كنا نساوي احنا؟ نتطلع مثلا الثلاث باي منزله موجوده، اعد المنازل اللي على يمينها واحط اصفار بدلهم. لكن في هاي الحاله المختلف اني راح اجي اذا كان في عندي كسر عشري او عدد عشري رح أخبي هاي الجهة وما أطلع عليها، بتطلع بس على الثلاثة لحالها. الثلاثة وين موجودة؟ موجودة في الآحاد. الآحاد إحنا بنعرف كم صفر قدامه؟ ولا صفر. معناته لما بدي أكتب الثلاثة بالصيغة التحليلية هي نفسها بتضلها ثلاث. إذا الثلاثة اللي إنها بالآحاد فهي ثلاث. الأربعة بالعشرة وين جاية؟ جاية بجزء من 10. جزء من 10 معناته لما بدي أكتبها بالصيغة التحليلية لازم أكتبها على شكل جزء من 10. كيف أعبر إنها جزء من 10؟ بحكي إنها 0.4، يعني 4 من 10. أو ممكن بطريقة تانية نحكي إن 3.4 تساوي 3 زائد، هاي كيف أكتبها على صورة كسر فعلي؟ اللي هي 4 على 10، يعني الصيغة التحليلية الأولى هاي صحيحة وهاي صحيحة. طيب لما نيجي نقرأها، يعني بدنا الصيغة اللفظية، بدنا نقرأها كيف؟ نقرأ هذا العدد بنحكي عنه 3.4 من 10. 3.4 من 10. ناخذ كمان مثال، عندي هذا العدد 5.09. طيب نكتبه أول إشي بالصيغة التحليلية. الخمسة موجودة وين؟ موجودة في الآحاد، معناته الخمسة ما في ولا صفر قدامها، إذا 5 زائد الصفر احنا دائما كنا ما نكتبه فخلص ما بتكتبه برضه. نيجي للتسعة، التسعة وين موجودة؟ موجودة بجزء من 100، جزء من 100، أجزاء المئة، معناته بدي أكتبها كيف؟ اللي هي 0.09، اللي هي 9 من 100، 9 من 100. طيب أو بالطريقة الثانية زي هاي الطريقة كيف نكتبها؟ نحكي 5.09 تساوي 5 زائد 9 على 100. طيب الآن بدي أقرأ هذا العدد 5.09، كيف بنقرأه؟ بنقرأه 5.9 من 100، 5.9 من 100. نحل تمرين من 1 لـ 3 من كتاب الطالب صفحة 47. بيحكي لنا التمرين أكتب كل عدد كسري مما يأتي على صورة عدد عشر. عندي أول إشي 5.9 من 100. هلا الجزء الصحيح وين بنكتبه يا رابع؟ نكتبه على يسار الفاصلة. الخمسة رح نكتبها على يسار الفاصلة، وتسعة من مئة رح تكون على يمينها. ونركز هون إنه 9 من 100، يعني رح أحط تساوي 5.09 لأنها من 100، إذا رح أترك الجزء من 10 فاضي اللي هو 0 وبعدين أكتب التسعة. إذا 5.9
0.9، هاي 5.9 من 100. طيب اللي بعدها، اللي بعدها بدنا نحلها بطريقة تانية لأنها رح تفيدنا بالدروس الجاية، فخلينا نحلها بطريقة مختلفة عن الأولى، تمام؟ إحنا لما كنا نحول هذا العدد الكسري لكسر غير فعلي، كيف كنا نحوله؟ كنا أول شيء نضرب بعدين نجمع. طيب 100 ضرب 63، أي عدد ضرب 100؟ يعني 63 زي ما هي وعندها قدامها صفرين، تمام؟ زائد 55، خلينا نجمعها على جنب، اللي هي 6300 زائد 55، 0 و5 5، 0 و5 5، 3 6، بنزلوا زي ما هم، معناته هاي تساوي كم؟ 6355 على كم؟ على المقام نفسه. مين المقام؟ اللي هو 100. الآن بس أجي أحول هذا العدد إلى عدد عشري، كيف بحوله؟ بتحط الخمسة مكان الصفر، والخمسة هاي مكان الصفر، الواحد مكانه فاصلة، والباقي بتحطهم على يسار الفاصلة، يعني رح نحط 5 5 على يمينها، بعدين فاصلة مكان الواحد، وهون 63، معناته هي 63.55 من 100. اللي بعدها بالطريقة المباشرة إن نحط 25 في الجزء الصحيح و 82 من 100، 25 و 82 من 100. تمرين 7/9 من كتاب الطالب صفحة 47. يحكي التمرين: أكتب كل عدد عشري مما يأتي بالصيغتين اللفظية والتحليلية. طيب أول إشي نبدأ بالتحليلية، 815.54 من 100. كيف بدي أكتبها بالصيغة التحليلية؟ باجي بطلع على التمانية، التمانية بأي منزل جاية؟ بمنزلة المئات. لا تطلع على اللي هون، لا تطلع على يمين الفاصلة، تطلع بس علي على يسارها، وعلى أساسها حدد الثمانية كم منزلي قدامها؟ منزلتين، معناتها هي بالمئات، إذن الثمانية رح يكون قدامها صفرين. بعدين الواحد كم صفر قدامها؟ صفر واحد. بعدين الخمسة ولا صفر. خلصت أنا هيك؟ لا، لسه ضايل عندي هون رقمين، واحد موجود بأجزاء العشرة وواحد بأجزاء المئة. طيب اللي بأجزاء العشرة رح أكتبه كيف؟ رح أكتب 0.5، واللي بأجزاء المئة رح أكتب 0.04 لأنه هو من 100، إذا قيمته المنزلية هو 4 من 100. كيف بنقرأ هذا العدد؟ بدنا الصيغة اللفظية الآن، اللي هو 815، خلصنا اللي على يسار الفاصلة، بروح على البنتقة اللي بعدها، اللي 54 من 100، 815.54 من 100. اللي بعدها بدي أكتب 4.41 بالصيغة التحليلية، الأربعة كم صفر قدامها؟ الأربعة الأولى ولا صفر، معناته الأربعة في الآحاد رح تضل زي ما هي. بعدين عندي جزء من عشرة، إذا رح أحط 0.4. اللي بعدها هاي جزء من 100، إذا رح أكتب 1%. كيف بنقرأها؟ نقرأها 4.41 من 100، 4.41 من 100. اللي بعدها اللي هي 18.77، الواحد أول إشي قيمته المنزلية شو؟ هو الموجود بالعشرات، معناته كم صفر قدامه؟ صفر واحد، معناته 10، زائد 8، بعدين السبعة هاي 7 من 10، إذن رح أحطها 7 من 10، السبعة الثانية هي 7 من 100، إذن رح أحط 7 من 100. نيجي نقرأ العدد اللي هو 18.77 من كم؟ من 100، 18.77 من 100. تمرين 10/11 من كتاب الطالب صفحة 47. أكمل الفراغ في كل مما يأتي. عنا 10 بحكي لنا 20.39 من 100، 20.39 من 100، تمام؟ تساوي 20، هاي بالصيغة التحليلية، هاي 20 بالصيغة التحليلية، زائد 3 بالعشرة اللي هي هاي كتبها بالصيغة التحليلية. الآن بدي أكتب القيمة المنزلية للتسعة، القيمة المنزلية للتسعة شو هي؟ اللي هي 9 من كم؟ من 100، إذا رح أحط 0 بعدين 9. لما نيجي نكتبها على شكل كسور فعلية، اللي هي 3 من 10 اللي هي 3/10، إذا هون رح نحط 3. 9/100، 9 من 100، إذا 9/100، إذا رح نحط هون 9. نفس الإشي بالنسبة للسؤال اللي جنبه،
5.9% تساوي الخمسة زي ما هي، بعدين صفر، الصفر ما بنكتبه، اللي بعدها اللي هي مين؟ التسعة، التسعة والموجودة بأجزاء المئة، إذا رح أكتبها 9 من 100. إذا هون 5 زائد 9 على 100. تمرين 12 لـ 14 من كتاب الطالب صفحة 47. تمرين بيحكي لنا أنهى 3 متسابقين مسافة 100 متر كما في الجدول الآتي. شو السؤال الأول حكينا منهم؟ أكتب الزمن الذي استغرق لؤي على صورة عدد كسري. بده الزمن اللي استغرق لؤي، وين لؤي؟ هاي لؤي. الزمن اللي استغرقه كعطيني إياه كعدد 10 اللي هو 10.8%. كيف بدي أكتبه على صورة عدد كسري؟ العشرة بكتبها بالجزء الصحيح، وهذيك بكتبها على صورة كسر فعل. إذا 10.8 على كم؟ 8 على 100. ليش؟ لأنها موجودة بجزء المئة، 8 على 100. السؤال اللي بعده، أكتب الزمن الذي استغرق مؤيد بالصيغة اللفظية. وين مؤيد؟ هاي مؤيد. بدنا نقرأ الرقم الموجود هون، لما تيجي تقرأه بتحكي 10.14%. إذا 10.14%. اللي بعدها، أكتب الزمن الذي استغرق عمار بالصيغة التحليلية. عمار اللي هو 10.23%. كيف نكتبه بالصيغة التحليلية هذا العدد؟ نحكي إنه العشرة نبدأ فيها، هون الواحد موجودة وين؟ بالعشرات، معناته صفر وواحد قدامها، إذا تساوي 10. الصفر ما بنكتبها، ننتقل للي بعدها، الاثنين كم؟ الاثنين بالعشرة، زائد 2 بالعشرة، وآخر إشي اللي هي 3 من 100. تمرين من 15 لـ 16 من كتاب الطالب صفحة 47. أكتب كل عدد عشري ممثل بنقطة على خط الأعداد. طيب خلينا أول إشي نطلع على خط الأعداد اللي قدامنا يا رابع. هون 3.5 بالعشرة، أو ممكن نقرأها 3.5 زي ما حكينا قبل. 3.5 صارت 4.5 وبعدين 5.5. معناته كل مرة كم بيزيد يا رابع؟ كم بتشوف؟ مين اللي بتغير؟ بتغير بس بمنطقة الآحاد هاي. إذا كل مرة بيزيد واحد صحيح. مدام بيزيد كل مرة واحد صحيح، معناته اللي بيناتهم هدول ما إنهم 10، فهم مقسمين لأجزاء العشرة. لأجزاء مين؟ لأجزاء العشرة. معناته هون لتكون 3.6، لأنه هون 5، إذا هون لتكون 3.6. 3.7 بالعشرة، إذا هون كم؟ 3.8 من عشرة. نكمل. 3.9 من عشرة. هلأ وصلنا 9، معناته هلأ بيصير مين؟ بيصير 4. 9 ما في عدد بعديها، عطول رح نحكي 3 و9، رح نحكي وراها 4. طيب هون 4، نكمل. بعدين نزيد 1 بالعشرة، يعني 4.1 بالعشرة، 4.2 من عشرة، 4.3 من عشرة. إذا هون كم؟ 4.4 من عشرة. منكمل. 4.5 من عشرة، 4.6 من عشرة، 4.7 من عشرة، 4.8 من عشرة، 4.9 من عشرة. بعدين شو بدي يصير؟ تتصير 5. بنكمل. 5.1 من عشرة، 5.2 من عشرة، 5.3 من عشرة، بعدين 5.4 من عشرة، وآخر إشي اللي 5.5 من عشرة. السؤال اللي بعده، أيها لا ينتمي؟ أحدد المختلف وأبرر إجابتي. عندي أول عدد عشري اللي هو 41.9، خلينا نتركه مثل ما هو، نحول كلياتهم لأعداد عشرية حتى نقدر إنه نقارن بينهم ونشوف مين المختلف. طيب هون 40 زائد 1 زائد 9 على 10، مكتوب بالصيغة التحليلية 40 زائد 1، هذا يعني عدد صحيح، معناته 41.9 من عشرة. إذا نكتبها 41.9 من عشرة، هدول أجزاء صحيحة وهذا جزء من عشرة. اللي بعدها برضو عندي 40 والـ1 صحيح وتسعة من عشرة، إذن 41.9 من عشرة. آخر واحدة مكتوبة على صورة عدد عشري، 41.9 من 100، لأنه هون عندي صفر بعدين التسعة، وتسعة من 100. إذن كلياتهم 41.9 من عشرة، ما عدا مين؟ ما عدا هاي اللي هي 41.9 من 100، إذن هي المختلفة. تمرين 17 من كتاب الطالب صفحة 47. أكتشف الخطأ. تقول هديل إنه 3.7، هي 3.7 من عشرة تساوي 3.7 على 100.
فهل هي على صواب؟ وأبرر إجابتي. طيب خلينا نكتب هذا العدد العشري على صورة عدد كسري. 3.7 تساوي 3 صحيح، و7 على كم؟ 7 على 10. ليش؟ لأنه موجود في أجزاء العشرة. هلا هديل حكت إنه 7 على 100 معناته إجابتها خاطئة. ليش؟ لأنه هو لازم تحكي إنها 3 زائد 7 على 10 وليست 7 من 100. تمرين من 7 ل 14 من كتاب التمارين صفحة 15. أحدد الأعداد العشرية على خط الأعداد وأكتب الحرف المقابل لكل منها. طيب عندي هذا خط الأعداد. هلأ خط الأعداد هذا مختلف عن خط الأعداد اللي أخذناه من شوي. شو الاختلاف؟ الاختلاف إنه هون عندي 1 بعدين صارت 1 من 10 ومقسمين الأجزاء هدول لعشر أجزاء. 1 وبعدين صارت 1 من 10 بعدين هون صارت 1.2 من 10 وفي تقسيمات بيناتهم. معناته هي كل مرة ما بتزيد 1 من 10 من هون اللي هي هاي الأجزاء، كل مرة بتزيد 1 من 100. كل مرة عمالها بتزيد 1 من 100. خلينا نشوف كيف. يعني هون 1 و1 من 100، 1 و2 من 100، 1 و3 من 100، 1 و4 من 100، 1 و5 من 100، 1 و6 من 100، 1 و7 من 100، 1 و8 من 100، 1 و9 من 100، بعدين رح تصير 1 1 من 10. تمام؟ وكل الأجزاء هاي مقسمة نفس التقسيم. فأول إشي عندي اللي هو خلينا نشوف ألف. هيها ألف. ألف وين موجودة يا رابع؟ 1 1 من 10. خلينا نعد بعديها. هلا هيك بدها تصير إذا بيزيد كل مرة 1 من 100 معناته هاي رح تصير 1 و11 من 100، 1 و12 من 100، 1 و13 من 100، 1 و14 من 100، 1 و15 من 100، 1 و16 من 100. إذا مين اللي 1 و16 من 100 وينها؟ هيها هاي. إذا هاي تعبر عن ألف. 1 و16 من 100 هي ألف. طيب نيجي نشوف اللي هون 1 و75 من 100. خلينا ندور عليها. هلا ال 75 بدها تكون بين مين ومين؟ بدها تكون بين السبعة والثمانية. واحد وسبعة من عشرة وواحد ثمانية من عشرة. مين الموجودة؟ عندي هون ها، نتأكد إنها 75 ولا لا. هون بدها تكون واحد وواحد وسبعين من 100، واحد واثنين وسبعين من 100، واحد وثلاثة وسبعين، واحد وأربعة وسبعين من 100، واحد وخمسة وسبعين من 100. إذن ها هي واحد وخمسة وسبعين من 100. اللي بعدها واحد وسبعة وأربعين من 100. السبعة وأربعين بين مين ومين بدها تكون؟ سبعة وأربعين بين واحد وخمسة بالعشرة وواحد وأربعة بالعشرة. ندور هون نكمل. واحد وواحد وأربعين، واحد واثنين وأربعين، واحد وثلاثة وأربعين، واحد وأربعة وأربعين، واحد وخمسة وأربعين، واحد وستة وأربعين، واحد وسبعة وأربعين. معناته جيم هي واحد وسبعة وأربعين من مية. اللي بعدها واحد وتسعة وعشرين لتكون بين مين ومين؟ واحد فاصل اثنين من عشرة والواحد فاصل ثلاثة من عشرة. وينها؟ هيا هون، هاي اللي هي قبل الواحد فاصل ثلاثة من عشرة بالضبط، هي واحد وتسعة وعشرين معناته باء. اللي بعدها واحد وثلاثة وثمانين، الثلاثة وثمانين بين مين ومين؟ تيجي بين الثمانية والتسعة. بين الثمانية والتسعة مين موجود؟ واو، نتأكد اللي هو واحد و واحد وثمانين من مئة، واحد واثنين وثمانين من مئة، واحد وثلاثة وثمانين. إذن هون واو اللي هي واحد وثلاثة وثمانين. اللي بعدها واحد فاصلة خمسين، الخمسين بين مين ومين؟ هلا احنا حكينا ان الصفر هذا مش مهم، الصفر اللي على يمين الفاصلة مش مهم كأنه مش موجود. يعني هذا العدد هو نفسه واحد فاصلة خمسة، يعني هو واحد ونص. مين واحد ونص موجودة هون؟ اللي هيها اللي هي دال. معناته دال هي واحد وخمسين اللي هي نفسها واحد وخمسة، لأنه الصفر على يمين الفاصلة ما له قيمة. السؤال اللي بعده أكمل، عفوا أكمل الفراغ في كل مما يأتي. 2.75 من 100 تساوي 2 زائد، كتبها بالصيغة التحليلية، زائد 7 من 10. الخمسة هاي كيف نكتبها؟ هي 5 من 100. إذا 5 من 100. اللي بعده 7.25 من 100. السبعة هاي كتبها العدد الصحيح، بعدين الباقي كاتبه بالصيغة التحليلية على صورة كسر فعل. على 10 مين؟ اللي هي الاثنين، 2 على 10 زائد الخمسة على كم؟ الخمسة على
100. تمرين من 15 ل 18 من كتاب التمارين صفحة 15. أستعمل الأرقام 1, 2, 4, 7, 8 في تكوين عدد عشري بحسب ما يلي. أول إشي بحكي لي أكبر عدد عشري ممكن. طيب يا رابع، إحنا كنا ناخد الفصل الماضي إنه لما بدي أكتب عدد كبير لازم أحط في أكبر قيمة منزلية أكبر عدد. مين أكبر قيمة منزلية هون؟ اللي هي العشرات ولا الآحاد ولا جزء من عشرة ولا جزء من مئة؟ أكيد العشرات. معناته هون لازم أحط أكبر عدد موجود. مين أكبر عدد موجود هون؟ اللي هو الثمانية. إذا في العشرات رح أحط أكبر عدد موجود. بعدين مين العدد الثاني اللي بعده على طول؟ اللي هو السبعة. سبعة رح أحطه هون. اللي بعدها اللي هو مين؟ اللي هي الأربعة. بعدين الاثنين. بالتالي أنا باستخدام هاي الأرقام كونت أكبر عدد عشري ممكن. اللي بعدها بحكي لي أصغر عدد عشري ممكن. طيب أصغر عدد عشري ممكن يعني بدي أعمل العكس، معناته بأكبر قيمة منزلية بدي أحط أقل عدد. أكبر قيمة منزلية بدي أحط أقل عدد. مين أقل عدد من هدول؟ اللي هو الواحد. إذا رح أحط واحد. بعدين مين؟ الاثنين، رح نحط اثنين. بعدها الأربعة وبعدها السبعة. ضل الثمانية ما بنستخدمها لأنه مطالب بس من أربع أرقام متكونة. اللي بعد، عدد عشري بين 84 و27 من 100 و42 و78 من 100. عندي خيارات كثيرة بهذا السؤال. ليش؟ لأنه طالب عدد بينهم، يعني أكبر من 42 وأصغر من 84. بقدر أحط أي عدد. ممكن مثلا نحط أنه هون 7 1 2 4 71 و24 من 100. هذا عدد عشري موجود بين هذول الاثنين لأنه أكبر من 42 وأقل من 84. السؤال اللي بعده، عدد يمكن تقريبه إلى 43. طيب هلا ال 43، الثلاثة هاي موجودة في الآحاد وهاي في العشرات. اللي بالآحاد هلا شو العدد اللي ممكن أقربه ويصير 2 ويصير 3؟ عفوا، شو العدد اللي ممكن أقربه ويصير 3؟ عندي عددين لما أقربهم بصيروا 3، يا إما الاثنين يا إما الثلاث. الاثنين إذا زدت لها 1 بتصير 3، والثلاثة إذا ضلت زي ما هي رح تضلها 3. طيب هو بحكي لي باستعمال هاي الارقام، هل موجود 3؟ لا، معناته هون شو بدي احط؟ بدي احط 2. هاي حطيت هون 2. وبالعشرات شو طالب هو اصلا؟ انه يكون 4، حطينا 4. طيب نتذكر من الفصل الماضي الاعداد، الارقام الكريمه والبخيله. مين هي اللي كانت كريمه؟ كان عندنا الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة. يعني انا قبل الاثنين لازم احط مين؟ لازم احط رقم كريم حتى يعطي الاثنين واحد وتصير 43. مين من هدول العدد كريم؟ عندي الثمانية وعندي السبعة. خلينا مثلا نحط هون الثمانية. حطينا الثمانية معناته لما نيجي نقربها رح تعطيها واحد فبتصير 43. وهون تقدر تحط أي رقم، خليها سبعة. ممكن تحط الأربعة، اثنين، واحد، اللي بدك إياه. أي عدد هون بنحط ما في مشكلة. تمام هيك يا رابع؟ الآن هيك خلصنا الدرس. علينا واجب من كتاب التمارين صفحة 15، تمرين 2، 5، 13 و14. يعطيكم العافية.